مشاهدي قناة شوف ديما حابين بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من سنة لكم مع مسن اللي كيقول كي أو اللي كيناشد وزارة العدل كيقول سنين والأرض ديالو كيستغلها صعصع ديال الدوار بدون وجه حق، كيقول الملكية والوراق والوثائق كلهم في الاسم ديالو وجدودو اللي ورثها على جدودو، ولكن هو بحكم السن ديالو ما قادرش على انه يحرر الارض ديالو بالقوة كما واخدها ليه جارو بالقوة. كيقول انا كنقصد الان الاعلام وباش يوصل صوتي لوزارة العدل باش ينصفوني وياخذوا لي الحق ديالي، ومن رئاسة النيابة العامة انهم ياخذوا لي الحق ديالي من طرف هاد الجار ديالي اللي كتربطني به الحدود في الارض اللي عندنا في الدوار ديالنا، اللي غيقول لنا الى منطقه كتواجد هذه الارض هذه. كيقول انه كسر الحاجز اللي بين الارض ديالو والارض ديال شخص الاخر وتوسع في الارض ديالو الحاج. عاودنا المشكل ديالك من الاول شنو عندك؟ السلام عليكم، هذا قاشورة محمد دوار تابوذا جماعة كيسان عملة تونت، اتصل بي واحد الإنسان دعاني أنا حب الأصل أتكنا بالخريبة عندي مغرسة بالزيتون، دعاني حكم 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 المحكمة بالإلغاء. الإلغاء من الإلغاء؟ اتصل بواحد الإنسان قبل سي ليلى مشى ليلى شاري لا سجلت بها انايا حكمته هو وثلاثة ولادو عبد الله ما ذكرش اسمه هي هو أربعة بهم حكم هذه المحكمة ب 40,000 ريال الوحيد الخطية هذا في ذاك الوقت في ذاك الوقت 20,000 20 من العام هذه 20,000 تعويضات 20,000 خطية يعني المحكمة في الأول حكمت لصالح هي سالم سالم مشينا للمحكمة ستين ألف بس قالوا شكون قال لك سير على الأرض؟ النائب قال لي اسمع شنو يقول المودي هذا معبد رزقي ولكن النائب قال له سير ليلى حكمت هذه المحكمة بالبراءة حكمت هذه المحكمة بالبراءة عرفت أنا ولادي وثلاث عشرة العلوية ثلاث أسرة العدوية أول مرة تلاقينا لنا سكينة تلاقينا في تمارا هو عند الحسن الثاني الله يرحمه هذه الناس اللي تابعينها شدوا منا رسالة وصلت للخيرات قد مرة رسالة زوروها وعطوها لها رجعنا المشكل ديالنا واخا الدوار هذا فين كاين؟ دوار تابوذا انا نقول لك دوار تابوذا جامعة كيسان عمالة تونات عمالة تونات هاد الجار هذا ديالك واش كتربطك به شي قرابه ولا شي ولا من العائله ولا ما عندي انا عندي ما عندي بخي ولا اختي انا بهدي يما خلاتني بهدي خلاتك بوحدك بهدي هناتك فرحان حاج مسكين تقول لك الهم تيضحك. الحاج انت شنو بغيتي دابا؟ شنو هي رسالتك؟ رسالتي ان توجه شي الاسره العدويه باي تولى بالامور. وتلاقينا الاسره العدويه كلها. والحال والمشكل داخل من عند الاسره العدويه. كل واحد يتخبط. انا تلاقيت لا سكينة انا المشكل ديالها طاولة مزور. تلاقينا الحسن الثاني. ولادي تلقاو الحسن الثاني الحسن الثاني دار في الكورنيش قالو هزك الدراري هزوهم دخلوا المشوار الحسن الثاني جبر دخل المشوار دار في الكورنيش نزلوا دار في الكورنيش قالو شوف مع ديك الدراري كورنيش يعني انتم ما تنصفتوش زمان ولكن دابا ما تنصفتوش نعم انتم في زمان خديتو حقكم ولكن داك السيد ولا رجع دخل داك الارض بالقوه بالقوه اي ماشي بالقانون بالقوه عاد بالقوه عاد كل شيء بالقوه قلنا لك انا ما عندي حتى واحد هو عنده ولاد وعنده كليان وعنده بزاف ولا يحضر معايا في المحكمه ما كانش باك واخا هو انتم عندكم الاوراق ديال ديك الارض اذا ما عنديش الاوراق نتحاكم
لا انت كتقولي ما عندكش الوراق، ما قلتيش هتهضر اصلا. نتحاكم دروك. اه عندك الوراق، عندك الملكيه، عندك عندي كل شيء. الملكيه هو شاهد فيها، هذيك الملكيه هو شاهد فيها جدي. دابا اصبح عبي بلادي كلها، يعني ديك الملكيه هو شاهد فيها بان انا اي الملكيه هو شاهد فيها. مشيتوا للمحكمه؟ لا قلنا مشينا للمحكمة، حكنا المحكمة بالبارحة وعاد بخصيصة. يعني دابا هذاك السيد واخد لكم الأرض ديالكم غير بالقوة، يعني القوة كيكون الضعيف. أيوا هذاك اللي كاين. واخا شنو هي رسالتك للمسؤولين دابا، شنو تقول لهم؟ المسؤولين لا لا، حنا تلاقينا الحسن الثاني. تلقاوه ولادي في السويس، في السويسي. قلنا ودخلهم مشوار وكلف لهم الكورنينير، الكورنينير دار في حسن تا دار حسن تاني دار في الكورنينير، قالوا لهم تشوف مع هذيك الدراري. الكورنينير قال لنا سيروا حال قوزوا عليا حال 10 يوم يجوا عندي، مشينا عندو لدارو، بس الدار ما كانش من داكشي كله، ما كانش من تاجي هنا، تاجي الأسرة العلوية لمراكش، طلعناها لمراكش. ساعة دخلت انا لمراكش عباوني سبيطار الحومق. واخا انت دابا كتقول بانك بغيتي يرجع لك هذاك السيد يخرجك من ارضك،